بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أستعرض معكم اليوم بعض الخصائص الجديدة في برنامج إحصاء القرآن. البرنامج أيها الأحبة موجود على موقعي على الإنترنت، موقع الكحيل. ابحث على جوجل موقع الكحيل، ثم ادخل إلى الموقع، حمل البرنامج، ويعني حاول أن تبحر في آيات الله، لأن هذا البرنامج من أكبر البرامج التي تم تصميمها لإحصاء كلمات وحروف وآيات وسور القرآن العظيم، وفيه ميزات يعني قوية جدا وواسعة جدا. اليوم أيها الأحبة سأستعرض معكم بسرعة، قبل أن أستعرض خاصية جمع الحروف، هنا جمع الحروف. طبعا أنا لدي البرنامج فيه خيارات للرسم، يعني تختار الرسم مثلا الأول، الرسم الأول كما نرى أمامنا، الآية تظهر هنا كما نرى من دون علامات تشكيل، من دون أي شيء، فقط الحروف. وإذا أحببت أن تعرض بالرسم الأول دون تنقيط كما كان يكتب القرآن، هكذا كان يكتب، هذا الخيار موجود، كان يكتب من دون تنقيط، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. طبعا صعب جدا قراءة القرآن بهذا الشكل، ولكن هكذا كتب المصحف الشريف على زمن النبي أو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رسم عثماني. الرسم العثماني أيها الأحبة فيه علامات مثل الألف الخنجرية وأولئك، فيه الفتحة والضمة والكسرة والهمزة، هذه علامات أضيفت لضبط يعني ألفاظ القرآن وضبط الحروف وعدم الخطأ في يعني قراءة القرآن. فالآن عندما نرى القرآن بهذا الشكل لا يمكن أن نخطئ. هنا الفتحة، أولئك هم المفلحون، الضمتين هنا قرأتها هم المفلحون، وهكذا. طبعا أنا لدي الرسم الإملائي أيضا، أو الرسم العثماني من دون تشكيل هكذا، وهو قريب جدا من الرسم الأول ما عدا الهمزة فقط، فرق بينهما. والرسم الأول الإملاء الذي نتعامل به في العصر الحديث، رسم إملائي يعني الرسم العادي. وأنا أفضل عندما تبحث عن كلمة أن تستخدم الرسم الإملائي. لماذا؟ لأن رسم القرآن العثماني يعني كلمة كتاب مثلا تكتب غالبا من دون ألف، وأحيانا تكتب بألف. يعني انظر أخي الحبيب، إذا استخدمت الرسم العثماني وبحثت عن كلمة كتاب بالألف، انظر سيكون لدي أربع نتائج فقط، أو أربع آيات، سيكون لدي هنا أربع آيات فقط، وكلمة كتاب كتبت بالألف. يعني الآن إذا فتحنا المصحف على سورة الرعد هنا نجد كلمة كتاب مكتوبة بالألف، ولكن وفي موضع آخر في سورة الحجر كتاب بالألف، موضع الثالث كتاب بالألف في سورة الكهف، وأخيرا في النمل تلك آيات القرآن وكتاب مبين بالألف أيضا. بينما في بقية آيات القرآن كتبت من دون ألف. يعني إذا بحثنا عن كلمة كتاب هكذا من دون ألف، هكذا مثلا ذلك الكتاب، انظروا ماذا وضع هنا حسب الرسم العثماني، وضعت الألف الخنجرية فوق التاء، هنا الألف الخنجرية فوق التاء، هذا هو حرف التاء، وضعنا فوقه الألف الخنجرية للدلالة على أن هنا يوجد مد، يوجد ألف غير موجودة، تلفظ ولا تكتب، هذا هو الرسم العثماني. لذلك أنا أفضل من يحب أن يبحث عن كلمة
يبحث بالرسم الإملائي، يعني يستخدم الرسم الإملائي هكذا، الإملائي هكذا، ويبحث عن كتاب، سيجد كل النتائج التي فيها كلمة كتاب بالألف، كلها بالألف، لأن الرسم الإملائي معروف أننا لا نكتب مثلا كلمة كتاب مرة بألف ومرة من دون ألف. هذه ميزة خاصة برسم القرآن العثماني. وهناك الكثير من الكلمات تكتب بطريقة خاصة بالرسم العثماني، يعني مثلا أو الرسم الأول، قلنا الرسم الأول والعثماني هو ذاته، فقط هناك فرق الهمزة. الرسم الأول لا يوجد همزة، الرسم الأول لا يوجد همزة، لأن الهمزة لم تكن مكتوبة زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وعدد الحروف المستخدمة في الكتابة 28 حرفا، الهمزة أضيفت لاحقا، يعني كانت تلفظ ولا تكتب، أضيفت لاحقا، تم وضعها في الرسم العثماني. إذن أيها الأحبة، هذا هو الرسم الأول كما نرى أمامنا، هذا هو الرسم الأول. نستطيع من هنا إحصاء الكلمات التي تبدأ بكذا أو تنتهي أو كذا. نحن شرحنا في فيديوهات أخرى هذه الميزات منذ فترة طويلة يعني، ولكن اليوم أنا سأتأمل خاصية جمع الحروف هنا، خاصية جمع الحروف هنا أيها الأحبة. يعني سأعطيكم مثالا من سورة مريم عليها السلام. أنا عندما أختار عرض السور هنا تستطيع عرض الكلمات، فصل الواو مثلا، نفصل الواو أو دمج الواو، هناك خيارين في البرنامج، إما أن تجعل الواو ملتصقة بالكلمة التي بعدها وبالتالي لا تعد الواو كلمة، أو تفصلها فتعدها كلمة مستقلة، لأن هناك أيها الأحبة منهجان في دراسة كلمات القرآن، بفصل الواو أو دمج الواو، وكلاهما صحيح وكلاهما يعطي نتائج إعجازية. هنا إحصاء الجذور سنتناوله في فيديو آخر إن شاء الله. هنا عرض الآيات وعرض السور، سنعرض السور أيها الأحبة. طيب أنا أريد سورة مريم، يعني يمكن أن آتي هنا أستطيع هنا أن أقلب بالماوس أو بالسهم للأسفل حتى أصل إلى سورة مريم. كما نرى كل ما نزلت يعرض لك السورة كاملة، هذه سورة يونس، سورة هود ألف لام راء، بعدها سورة يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل إلى آخره. يمكن أنت بزر الماوس اليمين هنا تضغط هنا على جدول السور، هذا جدول السور. طبعا جدول السور هنا فيه ميزة مهمة جدا، أنه يعطيك رقم السورة واسم السورة وترتيب النزول وعدد الآيات وعدد الكلمات وعدد الحروف. كل سورة تستطيع أن ترى فيها، انظروا أيها الأحبة، كل سورة تستطيع أن تجد فيها ترتيب النزول، عدد الآيات، عدد الكلمات، عدد الحروف. وعدد الكلمات هذا سيختلف عندما تختار دمج الواو. هل أنا اخترت الآن فصل الواو، الواو ستعد كلمة وبالتالي يزداد عدد الكلمات. فعندما يعني انظروا مثلا هنا سورة الفاتحة 31 كلمة، عندما ندمج الواو، انتبهوا معي، دمجت الواو أصبح العدد كم؟ 29. 29 عندي واوين، الواو الأولى وإياك نستعين، والواو الثانية ولا الضالين، عندي حرفي واو. إذن عندما تفصل الواو يزداد عدد الكلمات، لأننا نعد الواو كلمة مستقلة.
طيب أنا أريد أن أذهب إلى سورة مريم ولا أريد أن أتنقل هكذا، ربما تستغرق وقت طويل، فوضعنا هنا خيارا، تستطيع أن تضغط هنا على أي مكان، أي مكان هنا في هذا الجدول بزر الماوس اليمين، سيعطيك خيارات جديدة، خيارات كثيرة جدا، منها اختيار سورة معينة. عندما نضغط يعطينا هنا جدول السور، هذا هو أيها الأحبة جدول السور من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. نضغط على سورة مريم رقمها 19، سورة مريم رقمها 19، موافق. عرض لي سورة مريم كما نرى أمامنا أيها الأحبة، سورة مريم رقمها 19. نحن استخرجنا نتيجة إعجازية من هذه السورة، أن حروف مريم في سورة مريم يساوي 19 في 3. هذه نتيجة إعجازية، لأن رقم سورة مريم 19، وإعجاز السورة يقوم على العدد 19، وفيها كثير من الأعداد أو من المعادلات التي تجد أنها من مضاعفات رقم 19. هنا أيها الأحبة سأكتب هذا، يعني مربع جمع الحروف، سأكتب هنا حرف الميم. انظروا معي هنا أيها الأحبة ما الذي يحدث، سأكبر هنا الميم 287 مرة. طبعا هو هنا، هذا هو الميم، هذا هو الميم هنا أيها الأحبة 287. بمجرد أن كتبت حرف ميم يظهر لك حرف الميم كم مرة تكرر، ويحلل إلى العوامل الأولية. 287 يساوي 7 في 41، 7 في 41. طيب حرف الراء، نحن نبحث عن حروف مريم. الراء هنا أيها الأحبة، الراء هنا 167 مرة تكررت، هنا انتبهوا، هنا 167. فعندما أضغط حرف الراء مر، جمع 287 الميم زائد 167 الراء، إذن جمع الحرفين وأعطاني النتيجة وحللها لعواملها الأولية 454. طيب لأضيف حرف الياء، الياء 342 مرة كما نرى هنا، سأضيف هنا حرف الياء مريا، أصبح لدي الميم 287. طبعا أنا أبحث على مستوى السورة كاملة، يعني سورة مريم فيها 287 ميم و 167 راء و 342 ياء، أصبح المجموع 796 يساوي 199 في 2 في 2. طبعا هذا العدد هو تحليل للعدد الكبير هذا. بقي لدي حرف وهو مكرر، حرف الميم، سأضغط ميم هنا، إذن أصبح لدي حروف مريم 287 زائد 167 زائد 342 زائد 287، هي يعني هذا الميم هنا وهنا، حرف الميم، المجموع 1083. ماذا يساوي هذا العدد؟ انظروا، 19 في 19 في 3. السورة التي وضعها الله في الرقم 19 واسمها سورة مريم كرر حروف الميم والراء والياء والميم عدد 1083 كلمة بالضبط، 19 في 19 في 3 بالضبط. فنتيجة إعجازية شديدة الوضوح أيها الأحبة. طبعا هنا نستطيع أن نبحث عن أي شيء آخر، يعني من الأشياء المذهلة في هذه السورة أنك تستطيع أن تبحث ضمن آيات أو ضمن كلمات محددة أو في سور محددة إلى آخره. قصة مريم أيها الأحبة في سورة مريم تبدأ من أين تبدأ؟ من واذكر في الكتاب مريم، هنا أيها الأحبة واذكر في الكتاب مريم تبدأ من هنا،
من هنا أحبتي في الله. واذكر في طبعا انتهت هنا قصة سيدنا زكريا ويحيى، بدأت قصة مريم. واذكر في الكتاب مريم. الآن إذا تابعنا هذه القصة، إذا تابعناها كما نرى أين نصل، سنصل إلى قوله تعالى، هنا يتكلم المسيح عليه السلام في المهد، إلى ذلك عيسى ابن مريم. طبعا هنا تتمت الآية، ولكن أنا توقفت عند كلمة مريم وبدأنا ب واذكر في الكتاب مريم وانتهينا ذلك عيسى ابن مريم. عدد هذه الآيات 19، عدد هذه الآيات 19 آية. أيضا هذه معجزة أن القصة تبدأ باسم مريم واذكر في الكتاب مريم، وتنتهي باسم مريم ذلك عيسى ابن مريم، وعدد الآيات 19. الشيء الجميل هنا أيها الأحبة، الشيء الجميل طبعا هنا أنا سأعرض فقط النتائج، أننا إذا بحثنا عن حروف عبارة هي أقوى وأهم عبارة قالها كل الأنبياء. انتبهوا معي أيها الأحبة، أنا أبحث ضمن من واذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى ابن مريم. أنا حددت طبعا الآيات كما يلي. إذن حددت الآن الحروف التي ستكتبها هنا، ستبحث فقط فيما حددته في النص المحدد، من عند واذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى ابن مريم. واسم مريم في هذا النص ذكر 3 مرات، هي الوحيدة في سورة مريم 3 مرات، لذلك جاء عدد حروف مريم في سورة مريم 19 ضرب 19 ضرب 3، لأن اسم مريم تكرر 3 مرات في السورة فقط ضمن هذا النص. هنا أول مرة، انتبهوا أيها الأحبة، وهنا عندما يخاطبها قومها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، هنا أيها الأحبة يا مريم، وآخر مرة ذكر اسم مريم بقوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم. ضمن هذا النص المحدد أيها الأحبة، النصارى يعتقدون أن لله ولدا ويكذبون هذا الكلام طبعا، يقولون إن المسيح إله وهو ابن الله وهو إلى آخره. هنا الله عز وجل أودع في هذا النص سرا يتعلق بلا إله إلا الله، وأسرار لا إله إلا الله كثيرة جدا أحبتي في الله، كثيرة جدا. لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، وهي التي تدخلك الجنة إن شاء الله جميعا. فعندما نبحث هنا عن حروف لا إله إلا الله، اللام كم مرة تكرر؟ 72 مرة في هذا النص طبعا، والأعداد موجودة هنا طبعا، اللام 72 هنا، هنا يمكن أن تجد نفس الرقم هنا موجود هنا يعني. لا، الألف 133 مرة، إله كما نرى إلا 3 سبعات، الله كم؟ 1083، 19 × 19 × 3، نتيجة أنا لا أجد لها أي تفسير إلا أن نعتقد أن هذا الإحكام من صنع الله سبحانه وتعالى، يعني النص الذي يعترف فيه المسيح أنه عبد لله. انظروا أيها الأحبة، قال إني، قال المسيح يتكلم وعمره ساعات يعني، فأتت به قومها تحمله، اتهموها بالزنا والعياذ بالله، فأنطق الله هذا الغلام الذي عمره يوم مثلا أو يومين أو أقل أو أكثر يعني لا يزال
في المهد، صبي في المهد، أنطقه فقال، قال إني عبد الله. أول اعتراف اعترف به المسيح عليه السلام وهو في المهد أنه عبد لله. هذه حقيقة ينبغي على الإخوة المسيحيين أن يتأملوا فيها، أن يتأملوا هذه المعجزة التي وثقها القرآن، ولكن للأسف الإنجيل المحرف أخفوها. إني عبد الله آتاني، عبد الله آتاني الكتاب. إذن أولا هو عبد لله، وجعلني نبيا وهو نبي، وجعلني مباركا، هو مبارك. يا من تستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام وتدعون أنكم تنتسبون للمسيح، هذا هو المسيح وهذا كلام القرآن عن المسيح. أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن المسيح كان يصلي ويزكي. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. ضمن هذا النص يستحيل على إنسان أو مؤلف مهما بلغ من العلم أن يتحكم بعدد حروف معينة، فحروف لا إله إلا الله في هذا النص تساوي 1083 19 في 19 في 3، هي نفس حروف اسم مريم في سورة مريم. سبحان الله. إذن أنا الآن تعلمنا طريقة جمع الحروف في أي نص، في أي سورة، في أي كيفما تريد. هناك شيء جميل أيضا أحبتي في الله، أن في سورة مريم لو عرضنا الآيات من هنا، من هنا، ثم اخترنا سورة مريم من هنا أيضا، نضغط على زر الماوس الأيمن ونختار، نستطيع اختيار آيات أو سور أو أجزاء أو أحزاب أو صفحات، يعني تستطيع أن تختار صفحات معينة. أنا سأختار سورة مريم هكذا، عرض لي سورة مريم كآيات من كاف هاء عين صاد كذا 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 إلى آخر شيء، أو تسمع لهم ركزة آخر آية رقمها 98. عدد الكلمات هنا أيها الأحبة، يعني عندما نتأمل عدد الكلمات، تأملوا معي رجاء، الكلمات 1084. طيب هذا العدد قريب جدا للعدد 1083، يعني انظروا عدد الكلمات، لأن البرنامج يعد كاف هاء عين صاد، يعدها كلمة. ولكن نتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه حروف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حروف مستقلة لا تعد ككلمة. طيب أنا الآن سأستثني كاف هاء عين صاد باعتبار أنها غير موجودة في القواميس، وليس لها اشتقاقات، وليس لها جذر لغوي، وليس لها أي صياغات لغوية، هي حروف أسرار يجب ألا نعدها ككلمة ضمن الكلمات. ماذا يحدث إذا استثنينا هذه الآية؟ سأستثني مؤقتا هذه الآية ونبدأ عد الكلمات من ذكر رحمة ربك عبده زكريا. طبعا أنا استخدم زر الماوس الأيمن، لديك كل هذه الخيارات، تستطيع استثناء آية محددة أو آيات، تحدد آيات من هنا مثلا ثم تقول له استثناء آيات محددة من هنا، أو اختيار آيات، يعزل هذه الآيات ويظهرها فقط. الآن أحبتي في الله، كم أصبح عدد كلمات سورة مريم ما عدا كاف هاء عين صاد، على اعتبار أنها حروف نورانية يجب أن تدرس بشكل مستقل عن كلمات السورة. أصبح عدد الكلمات ذات الاشتقاق اللغوي التي لها اشتقاق، لأن كل كلمات سورة مريم لها اشتقاق، يعني ذكر من ذكر،
رحمتي من رحمة، ربك ربب جذرها اللغوي، عبده عبد، زكريا اسم، إلى آخره. أصبح عدد كلمات سورة مريم كم؟ 1083، نفس العدد السابق 1080 83. انظروا أيها الأحبة، عفوا 1083 لو قسمناها على 19 يعطينا 57، تقسيم 19 يعطينا 3. إذن عندما أنزل الله سورة مريم جعل عدد كلماتها، طبعا هو بدأها بكاف ها يا عين صاد، وأراد أن يقول لك هذه حروف نورانية لها سر عجيب جدا، فلا تحصيها ضمن الكلمات، ادرسها كحروف نورانية. عددنا كلمات السورة وإذا بها 19 في 19 في 3. عددنا حروف مريم في سورة مريم، طبعا وعندما عددنا الحروف عددنا الياء في كاف هاء عين صاد، عندما نعد الحروف نحصي كاف هاء عين صاد كحروف وليس ككلمات. حروف مريم في سورة مريم 19 في 19 في 3. عدد كلمات مريم 19 في 19 في 3. النص الذي يتحدث عن مريم، واذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى بن مريم، 19 آية. يعني سنرى ذلك أيها الأحبة. هنا أحبتي في الله هذه هي الآية، أنا هنا سأحدد بالسهم الآيات. إذن الآيات محددة 2، تابعوا معي هنا أيها الأحبة، تابعوا 3 4 5. إذن بدأنا بما بدأنا، واذكر في الكتاب مريم، سأخذ 19 آية، 19 آية، ذلك عيسى بن مريم. إذن من واذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى بن مريم 19 آية. يعني إحكام العقل البشري يتوقف. وضمن النص الكريم الذي من ذلك عيسى، من واذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى بن مريم، حروف لا إله إلا الله داخل هذا النص 19 في 19 في 3. لماذا؟ لأن الله يريد أن يوجه رسالة مشفرة لنا عبر القرآن أنه لا إله إلا الله. الآن أحبتي في الله السؤال، لو قمنا بإحصاء عدد الآيات من هذه الآية إلى آخر آية في القرآن، يعني اعتبرنا أننا نبدأ العد من واذكر في الكتاب مريم إلى آخر القرآن، كم آية نجد؟ سأقوم بتحديد هذه الآيات، سنجد سنعرض آيات القرآن من عند واذكر في الكتاب مريم، أو أنني سأستثني ما قبلها، سأضع هكذا، هذه طريقة أخرى، وأقول له سأحدد الآيات التي قبل واذكر في الكتاب مريم وأستثنيها. أصبح لدي هنا واذكر في الكتاب مريم إلى من الجنة والناس، كم آية عدد الآيات؟ 3971. ما هذا العدد؟ أنا أريد أن أقوم بتحليله. وضعنا هنا في البرنامج التحليل، هنا أدوات البرنامج، تضغط عليها، طبعا تضغط على أدوات البرنامج ثم التحليل إلى جداء عوامل الأولية، فيعطيك هذا المربع، تمام؟ نكتب فيه العدد هنا، العدد قلنا كم؟ 3971. نضغط انتر، 19 في 19 في 11، شيء مثل السحر. يعني موضع الآية التي ذكرت قصة مريم واذكر في الكتاب، يعني في هذا الكتاب الذي نقرأه، موضع هذه الآية الله اختار لها موضع يحقق هذه المعادلة، 19 ضرب 19 ضرب 11. العدد 11 هنا أيها الأحبة
هو عدد كلمات الآية. انظروا هذه الآية هنا كم عدد كلماتها؟ 11. ويمكن أن نرى ذلك بشكل واضح. عدد مجرد أن حددنا الآية يظهر لنا عدد الكلمات والحروف إلى آخره. عدد كلمات 11. طبعا البرنامج يوجد فيه شيفرة. أنا كنت أجرب شيفرة حساب الجمل عسى أن أحصل على نتائج عددية، طبعا على الرغم من عدم قناعتي بحساب الجمل، ولكن أبحث كل فترة ربما أجد شيء يعني إعجازي يمكن أن نقدمه للناس. طبعا أنا لا أنكر كإنكار يعني، ولكن أنا أقول لم يقدم أصحاب حساب الجمل حتى الآن أشياء إعجازية يمكن أن تعتبرها معجزة. هناك لطائف، هناك تناسقات، لا مشكلة، ولكن كإعجاز أنا بالنسبة لي لم أجد. ولكن أبحث، وعندما أقول لم أجد، أنا بحثت منذ 20 عاما وأنا أبحث، يعني ليس البارحة. طيب، إذن سبحان الله، هذه الآية عندما نقوم بعد الآيات كما قلنا 3971، نجد أن عدد الآيات من واذكر في الكتاب مريم إلى آخر القرآن يساوي 19.11. يعني الله عندما وضع هذه الآية في القرآن اختار لها موضع دقيق جدا. طبعا نحن نتحدث برواية حفص عن عاصم الموجودة لدينا، مع تأكيدي على أن بقية الروايات لها إعجاز، ولو أن هناك بعض التعدد في القراءات وبعض التعدد في الأرقام، ولكن تظهر إعجازات جديدة متعددة. يعني تعدد القراءات لا يعني اختفاء الإعجاز العددي، بل تعدد الإعجاز العددي، وهذا يزيد عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن. سبحان الله، انظروا يعني ما قصة الرقم 19 في 19؟ يعني 19 ليس مرة واحدة، بل 19 في 19، يريد أن يؤكد لك الله أن هذه معجزة. انتبهت أخي الحبيب؟ ما سر 19 ضرب 19؟ يعني تأكيد، يريد أن يقول لك انتبه، هنا يوجد معجزة مقصودة وليست يعني مصادفة، لأن المصادفة قد تجد عدد يقبل القسمة على 19، أما أن تجد حتى الآن كل الأعداد 19 ضرب 19 ضرب 3، حتى يعني هنا يوجد شيء عجيب في هذه السورة أيها الأحبة. سأعود لسورة مريم. طبعا نحن نتدرب على البرنامج الآن، نتدرب من خلال مثال مشوق، يعني أنا لا أريد أن أقول كيف نستخدم البرنامج وكذا، ممل. يعني مثال مشوق، أنا شخصيا مستمتع جدا، يعني لأن الذي يكتشف هذه المعجزات حقيقة، يعني سأختار سورة مريم. سورة مريم هنا أيها الأحبة، أنا عزلت سورة مريم. طبعا هو أعطاني من أول السورة، أعطاني من أول السورة، هو من أول القصة. سأعرض الآيات كاملة، أقوم بعرض الآيات كاملة ثم أختار السورة، سورة مريم. دائما عندما تقوم بعمليات إحصاء وبحث، ارجع وعرض سور القرآن وآيات القرآن من جديد لتبحث على مستوى القرآن. هذه سورة مريم، إذن 98 آية، كلماتها 1084. طبعا قلنا كاف هاء عين صاد ليست كلمة، إذا لم نعدها كلمة يصبح العدد 1083، يعني 19 في 19 في 3، وعدد الحروف كذا. أنا لدي هنا، لاحظوا أيها الأحبة، سأكبر الخط قليلا. هنا لدي حول البرنامج ميزة تنسيقات وألوان. طبعا هنا كتيب تشغيل البرنامج، تستطيع أن تفتح هذا الكتيب. انظروا أيها الأحبة، سأكبر قليلاً.
كما نرى. أين جئنا بهذا الملف من هنا حول البرنامج؟ كتيب تشغيل البرنامج، تضغط عليه يظهر لك. طبعا هنا هذا فيه يعني بشكل كامل أو شبه كامل، يعني دائما هنا في الأسفل تستطيع أن تعود لجدول المحتويات في الأسفل هنا، تضغط هنا جدول المحتويات، تستطيع أن تضغط على مثلا طريقة فرز كلمات الآيات يعطيك، تعود لفهرس محتويات من الأسفل ثم تضغط على أي شيء تحب أن تتعرف عليه، مثلا تفعيل تعداد الحروف من دون تكرار، استثناء السؤال المحددة، قابلية القسمة على حفظ الجدول في الذاكرة، كذا كذا، أي شيء تضغط عليه مثلا من هنا الإحصاء بالجذور مثلا أو الترتيب العكس الترتيب الحالي أو ترتيب تصاعدي أو تنازلي مثلا، تضغط يعطيك الترتيب التنازلي. هنا في الأسفل يوجد عودة للفهرس تعود، يعني هذا يجب أن يقرأ. الآن أنا أريد فقط أن أكبر الخط من هنا، لاحظوا الخط، كبرت الخط. طبعا تستطيع أن تغير الألوان، يعني مثلا لون خلفية مربع العرض مثلا، ممكن أن تختار لون مثلا غير الأزرق، ممكن يكون أخضر فاتح مثلا، غيرنا اللون، يمكن أن يكون لون آخر مثلا إذا كان هذا اللون يعني لم يعجبك، تختار مثلا لون آخر مثلا لنقول الأصفر مثلا، كل واحد حسب ما يرتاح. يعني الآن أحبتي في الله لاحظوا أن هنا زكريا، خفية، كذا. طبعا أنا قبل أن أكمل تذكرت شيء مهم، أن اسم عيسى هنا في هذا النص الكريم، هنا اسم عيسى، ذلك عيسى ابن مريم، ذلك هنا في بعد نهاية القصة، ذلك عيسى ابن مريم. اسم عيسى هنا له موضع في السورة، له علاقة بالعدد 19 تعلمون ما هو؟ اسم عيسى له موضع يتعلق بالعدد 19. طيب كم كلمة قبله؟ يعني قلنا كاف هاء عين صاد استثنيناها من عد الكلمات وليس الحروف، الكلمات. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني، كذا كذا إلى كلمة ذلك عيسى بن مريم، ذلك هذه الكلمة. كم كلمة قبل اسم عيسى؟ دعونا نعد لنرى المفاجأة أيها الأحبة. ذلك كيف أستطيع أن أحصل على بيانات هنا؟ هنا بيانات أيها الأحبة، انظروا أحبتي في الله، كلمة ذلك ترتيبها كم؟ حسب الجدول، طبعا أنا لدي هنا سأستثني كما قلت الكاف هاء عين صاد، ثم أذهب إلى ذلك عيسى ابن مريم. هنا عدد الكلمات حتى كلمة ذلك من الجدول أستطيع أن أحصل عليها من هنا أيها الأحبة. آخر كلمة محددة، انظروا أحبتي في الله، هذه الكلمة رقمها 19 ضرب 19، لاحظتم؟ واضح؟
يعني من كلمة ذكر رحمة ربك إلى كلمة ذلك عدد كلمات بالضبط 19 مضروب ب19 361 كلمة، 19 مضروب ب19 361 كلمة. تصوروا أحبتي، فلأن الله عندما أنزل هذه السورة كل ما فيها يقوم على الرقم دائما 19 ضرب 19، يعني ليس 19 واحدة بل 19 تربيع، ليقول لك هذا العدد مقصود ليس مصادفة، هذا العدد مقصود وليس مصادفة. طيب عدد الكلمات، بقية الكلمات كم من عيسى إلى آخر؟ طبعا بمعادلة بسيطة جدا نستطيع أن نستخدم الآلة الحاسبة هنا، أو نستطيع أن نعد من كلمة عيسى. أنا لدي هنا فرز الكلمات بين كلمتين، هنا فرز بين كلمتين في المصحف. بمجرد أن تحدد الكلمة هذه هنا رقمها 44416 على مستوى القرآن، هنا أيها الأحبة رقمها طبعا. ثم أذهب إلى آخر السورة أو تسمع لهم ركزة، أحدد كلمة ركزة ثم أضغط هنا على كلمة النهاية وأقول له إحصاء. انظروا أيها الأحبة عدد الكلمات كم من عيسى إلى آخر السورة، كم؟ انظروا 722 كلمة، 19 ضرب 19 ضرب 2. ما هذا؟ أنا نفسي دماغي يتوقف بصراحة. من اسم عيسى إلى آخر السورة الله وضع 19 في 19 في 2، 2 هنا مريم وأمه، وقبل اسم عيسى من بداية السورة إلى اسم عيسى إلى ما قبل عيسى 19 في 19. دعوني أتأكد، سأذهب هنا بنفس الطريقة، سأذهب إلى بداية السورة ذكر، وأضع هنا أحبتي في الله كلمة البداية. مجرد أن تحدد الكلمة هنا أخي الحبيب، حددها، مجرد أن تضغط الماوس هنا يعطيك رقم الكلمة على مستوى القرآن. انظروا كم هذا البرنامج رائع حقيقة. هذه كلمة البداية. الآن كلمة النهاية ما هي؟ قلنا ذلك عيسى، ذلك، أحدد كلمة ذلك بالماوس ثم أضغط على كلمة النهاية 3415 44415. الآن أقول له إحصاء، إذن هو سيحصي من أول السورة إلى الكلمة التي قبل عيسى. انظروا أيها الأحبة، طبعا هنا لدي فرز كلمة كلمة، تستطيع أن تفرزها كلمة كلمة، فرزها من أحب أن يتأكد يعني من مصداقية البرنامج، يستطيع أن يعد كلمة كلمة ليتأكد أن أنه لا توجد كلمة زيادة أو كلمة ناقصة. البرنامج يقوم بفرز الكلمات، ذكر رحمتي ربك كذا كذا، ويرقم تسلسليا. آخر كلمة ذلك رقمها 361، 361 كم يساوي؟ إذا قسمنا 361 على 19 يعطينا 19. إذن 361 يساوي 19 ضرب 19، تمام أحبتي في الله. إذن واضح، معجزة واضحة، والكلمات أمامك لكي لا يأتي من يشكك ويقول أنتم مرة تعد كذا ومرة تعد كذا. البرنامج له كلمات محددة ومنهج محدد. طيب أيها الأحبة، هنا قد يسأل البعض سؤالا مهما جدا، إذا كان
هناك رسم أول ورسم عثماني ورسم إملائي وعد الكلمات بالواو أو دمج الواو وعدم عدها. هناك رواية حفص عن عاصم، رواية شعبة، رواية كذا، رواية كذا، روايات القرآن معروفة. طيب هل يختفي هذا الإعجاز؟ لا، قلنا الإعجاز العددي يبقى موجودا ولكن بطريقة أخرى. يعني عندما نضع البرنامج على الرسم العثماني هكذا، الرسم العثماني، نكتشف إعجازا جديدا. سأقول لكم مثال بسيط. ما هي أول سورة نزلت على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ أول سورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب لو اخترنا هذه السورة، سورة العلق هنا. على فكرة سورة العلق لها علاقة بالعدد 19. سورة مريم رقمها 19 من أول القرآن، سورة العلق رقمها 19 من الأخير. يعني انظروا، لو قمت بتحديد السور هنا، هنا أيها الأحبة، انظروا عدد السور المحددة 19، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، كذا كذا إلى سورة الناس. كم سورة؟ كم سورة؟ 19. طيب السؤال، يعني سورة مريم رأينا فيها إعجازا يتعلق بالعدد 19، وهذا طبعا أنا ذكرت جزء بسيط من الإعجاز، واحد بالألف، يعني لم أذكر كل شيء. طيب سورة العلق ترتيبها 19 من الأخير. طيب هل فيها إعجاز يقوم على العدد 19؟ طيب دعونا نعزل سورة العلق هنا، نختار سورة العلق ونكتب موافق. إذا ظهرت أمامنا هذه السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى واقترب. لو قمنا بتحديد هذه السورة كلها، انظروا أيها الأحبة، عدد آيات السورة كم؟ دعوني أرتفع للأعلى. كم؟ 19. وترتيبها 19 من الأخير. سبحان الله، سبحان الله. عدد كلمات كم؟ 76. العدد 76 أحبتي في الله، إذا قمنا بتحليله، نكتب هنا 76 ونضغط انتر، هو 19 في 4، مضاعفات 19. إذن رقم السورة 19، وعدد كلماتها 19 في 4، وعدد الحروف 285. ممكن يكون له علاقة بالعدد 19. دعونا نكتب هنا ميتين وثمانين، خمسة وثمانين عدد الحروف، نضغط انتر، 19 في 15. سبحان الله، يعني ما هذا الإعجاز؟ عدد آيات السورة وكلماتها وحروفها كله مضاعفات 19. طيب لو جمعنا الكلمات والحروف ماذا ينتج؟ دعوني أجمع الكلمات والحروف هنا، استخدم الآلة الحاسبة. الكلمات قلنا كم؟ 76 زائد 280، 85، 361. هل تذكرون ما هذا الرقم؟ 361 هو 19 في 19. انظروا التقسيم، 19 الناتج 19. يعني الله عز وجل دقة الهائلة في هذه السورة، أنه اختار لها عدد من الآيات هو 19، وعدد الكلمات 19 في 4 76، وعدد الحروف 19 في 15.
طبعا لماذا هنا 4 وهنا 15؟ لماذا هنا 19 في 4 وهنا 19 في 15؟ لأن 4 زائد 15 يعطيك 19 من جديد. يعني تلف وترجع إلى العدد 19. يعني شيء مذهل والله أيها الأحبة. هذا بالنسبة للرسم العثماني. لاحظتم أحب أن نستخدم الرسم العثماني الآن. الرسم العثماني له ميزات ويعطيك نتائج جديدة أيضا لا تجدها في الرسم الأول، والرسم الأول يعطيك نتائج لا تجدها في العثماني، ورواية حفص تعطيك نتائج غير موجودة في شعبة، وشعبة تعطيك نتائج غير موجودة في حفص، وورش لها إعجاز شبكة شديدة التعقيد، يعني فوق طاقة الإنس والجن، فوق طاقة الإنس والجن أحبتي في الله. طبعا أنا دعوني أعود لسورة مريم. سورة مريم هنا اختيار السور، طبعا أنا أضغط زر الماوس اليمين تظهر القائمة، اختار سورة مريم من جديد رقمها 19. و طبعا لاحظنا أن هناك كلمات أو آيات تنتهي بياء، كثير من الآيات يعني ذكر رحمة ربك عبده زكريا، خفية، شقية، ولية هنا. طيب ما سر رضية، سمية، عتية؟ هنا شيئا اختلف، سوية. طيب لماذا نجد أن هناك آيات تنتهي بالياء كما نرى، وهي سورة مميزة سورة مريم أحبتي في الله، لا مثيل لها في القرآن، وكل سورة لها ميزات لا تشبهها أي سورة أخرى. نبية، حية، شقية. طيب كم آية، يعني أنا أريد أن أعرف عدد الكلمات في هذه الآيات التي انتهت بيا يا يا يا. أستطيع هنا أن أبحث، هنا أولا خيارات البحث، أبحث ضمن الجدول لكي لا يبحث في القرآن كله. إذن أضغط على خيارات البحث وأبحث ضمن الجدول، أحدد هذا الخيار. طبعا هنا خيارات كثيرة يعني. فأبحث عن الآيات، إحصاء الآيات، الآيات التي تنتهي بياء. أنا أريد أن أعرف الآيات التي تنتهي بياء كم كلمة فيها؟ 62 آية هنا، 722 كلمة. هل تتذكرون ما هو هذا الرقم؟ نفس الأرقام سبحان الله. سأستخدم التحليل للجداء عوامل الأولية. إذن الآيات التي تنتهي بيا يا يا فيها 722 كلمة، عدد كلماتها 722 هنا. هذا العدد لو كتبناه في مربع تحليل الأعداد وضغطنا انتر يساوي 19 في 19 في 2. إذن الآيات التي تنتهي بياء مقصودة، ليست عبثا، يعني ليست مثل كلامنا نحن في الشعر أو في الأدب أو في يعني هكذا عشوائي، لا، الآية التي انتهت بياء محسوبة هي وعدد كلماتها. طيب كم آية لم تنتهي بياء؟ طبعا هنا بكل بساطة قلنا إن عدد كلمات السورة ما عدا كاف هاء عين صاد 1083 كلمة. إذن 1083 ناقص 722 يعطينا 361، 19 في 19 من جديد. يعني الله قسم سورة مريم لآيات تنتهي بياء وآيات تنتهي بأحرف أخرى، يعني مثلا آخر آية لا تنتهي بالياء، تنتهي بقوله تعالى أو تسمع لهم ركزا، ليس فيها ياء.
فالألف وثلاثة وثمانين كلمة اللي هي 19 في 19 في 3، منها 19 في 19 في 2 كلمات الآيات التي تنتهي بياء، والتي لا تنتهي بياء عددها بالضبط 19 ضرب 19 بالضبط. لاحظتم هذه التركيبة أيها الأحبة؟ هذا فوق مستوى البشر أحبتي في الله. إذن أيها الأحبة، كما نرى عجائب كثيرة 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 جدا. لا أود أن تنتهي أو ينتهي هذا اللقاء، ولكن هناك ميزة أيضا في البرنامج لو أطلت عليكم قليلا، أنني إذا بحثت عن اسم مريم في القرآن، أول مرة ذكر في سورة البقرة هنا، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، أول مرة أين؟ في سورة البقرة أول مرة ذكر اسم مريم. يعني أنا وأنا أبحث عن اسم مريم تخيلت أن أجد علاقة ما للعدد 19، وإذ المفاجأة ما هي؟ البرنامج هنا يعطيني عدد الحروف الهجائية في الآية المحددة. أول آية ذكر فيها اسم مريم في سورة البقرة الآية 87، انظروا أيها الأحبة عدد حروفها الهجائية كم؟ 19، الألف الياء الواو الميم كذا تفاصيل. يعني حتى عندما أنزل الله أول آية تتحدث عن مريم ركبها من 19 حرفا، يعني شيء مذهل والله أيها الأحبة. طبعا هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تخاطب أهل الكتاب، وآيات شهيرة جدا. عندما نبحث نجد أن عدد حروف الهجاء فيها 19 أيضا. هناك شيء مهم، أن أول آية تتحدث عن مريم هنا أيها الأحبة هذه هي، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. طبعا هذه الآية في سورة آل عمران، هذه أول آية تتحدث عن مريم وليس عن عيسى ابن مريم. يعني أول آية ذكر فيها اسم مريم بشكل عام تتألف من 19 حرف هجائي. هنا أول آية تتحدث عن مريم تحديدا، يعني خاصة بالسيدة مريم. أم مريم تقول فلم هي امرأة عمران عليهم السلام جميعا، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اسم مريم هنا مميز، اسم مريم مميز باللون الأحمر. كم كلمة قبله؟ يعني أنا ذات مرة خطر ببالي أن أعد كم كلمة قبل مريم، سأحدد هنا. طبعا أنا عندما أحدد انظروا العداد هنا يعد، هنا انظروا 11 كم؟ 19 كلمة بالضبط. 19 كلمة. إذن الله وضع 19 كلمة ثم وضع اسم مريم. أحبتي في الله، نحن لسنا أمام كتاب عادي، هذا كتاب مبرمج، كل حرف كل كلمة موجود مبرمج وبأعداد محددة، ليس فيه عبث ليس فيه هزل، محكم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. طيب أيها الأحبة، دعوني أذهب لآخر آية ذكر فيها اسم السيدة مريم عليها السلام. دعوني أذهب لآخر آية يعني ذكر فيها اسم مريم.
آخر مرة ذكر اسم مريم هي آية خاصة بمريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. كلام محكم رائع، لا تستطيع أن تحذف أو تضيف أي كلمة، مسبوك سباكة محكمة. طيب هناك قلنا إن اسم مريم له مكان مميز، اسم مريم في الآية، في أول آية تحدثت عن مريم، وإني سميتها مريم. طيب هنا آخر آية تحدثت عن مريم، كم كلمة يوجد بعدها؟ انظروا أيها الأحبة، سأحدد الكلمات هنا كم عددها. 19. مسبوك سباكة دقيقة لغويا، ومن حيث عدد الكلمات عدد الحروف، يعني هناك اسم مريم، دعوني أختار هاتين الآيتين، سأستثني هذه الآيات. أنا اخترت آيتين أيها الأحبة لكي تتضح اللوحة، سأعيد وسأصغر الخط قليلا لكي نتمكن من رؤية الآية كاملة. إذن أيها الأحبة، أول آية تتحدث عن السيدة مريم تحديدا، يعني ليس عيسى ابن مريم أو ابن مريم أو المسيح عيسى ابن مريم، لا، عن مريم، هي في سورة آل عمران. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. هنا عدد الكلمات كم؟ 19. طيب آخر مرة ذكر اسم مريم، عدد كلمات كم التي بعدها؟ 19. يعني مريم هنا المرة الأولى قبلها 19، ومريم هنا المرة الأخيرة بعدها 19. لوحة هندسية، أنا بالنسبة لي أرى لوحة هندسية من إبداع حكيم عليم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. كثير من الآيات في القرآن التي تخاطب النصارى، يعني مثلا هناك آيات أيها الأحبة مهمة جدا تخاطب الذين كفروا من أهل الكتاب. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. طب هذه الآية من كم حرف ركبها الله؟ عندما ركبها كم حرف من حروف اللغة استخدم؟ 19. هنا أيها الأحبة 19 حرف بالضبط، سبحان الله. طيب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. هذه آية طويلة طويلة طبعا. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذه الآية بسبب أهميتها وخطورتها وأنها تخاطب من يدعون أن لله ولدا سبحانه وتعالى، وتؤكد أن هناك إله واحد، وهي شهادة النبي قل لا أشهد أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد. هذا التأكيد يتطلب
19 حرف هجائي. عدد حروف الهجاء في هذه الآية كم؟ 19. طبعا من الآيات المهمة أيها الأحبة آية أيضا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا كلام موجه لنا وللنصارى ولليهود ولكل البشر الذين يعتقدون أن هناك آلهة متعددة. خاطبهم الله وأودع داخل حروف هذه الآيات العدد 19. هذه الآية تتألف من 19 حرف هجائي، وهنا تفاصيل الحروف أيها الأحبة، ألف لام ميم ياء كذا إلى آخره. البرنامج موجود، يعني يمكن أن يعني يتم استخدامه. طبعا هنا أيها الأحبة أنا لدي هنا حقائق كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا تتعلق بالعدد 19. انظروا أيها الأحبة عندما نعرض سور القرآن، كم سورة في القرآن؟ 114. هذا العدد ماذا يساوي؟ نستخدم التحليل، 114 انتر يساوي 19 في 6. يعني عندما أنزل الله القرآن اختار أيضا عددا من مضاعفات العدد 19. 19 مضروب في 6، سبحان الله. طبعا هناك يعني لو أردنا أن نجلس ونتكلم فقط عن موضوع العدد 19 لن ننتهي إلى يوم القيامة. يعني أنا أتمنى من الأحبة أن يحملوا هذا البرنامج على أجهزتهم. طبعا هذا البرنامج يعمل فقط على نظام ويندوز، يمكن تحميله بسهولة، ملف خفيف الحجم يعني وفك الضغط، وتجلس وتكتشف بناء هذا القرآن المذهل وتتأكد بالفعل من أعماقك أنه بالفعل كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآن قد يقول قائل قبل أن أنهي، طيب واو العطف كنا نعدها كلمة وهناك كثير من الباحثين لا يعدونها كلمة، من هو الصح؟ كلاهما صحيح. أنا أستطيع هنا أن أدمج واو العطف هنا أحبتي في الله ويبقى أعرض الآيات ويبقى هذا الإعجاز مستمرا بصور أخرى. يعني دمجنا واو العطف، اختلفت الأرقام أعداد الكلمات ولكن ظهر إعجاز آخر. مثال الذي ذكرني بهذا الإعجاز الآية التي قرأتها، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب الآية تتحدث عن ماذا؟ بمثل هذا القرآن، يعني بال 114 سورة اللي فيه قرآن، 114 سورة وبإعجازه وبالعدد 19 وبكل الأعداد الأخرى. طيب هذه الآية من كم حرف ركبها الله سبحانه وتعالى؟ انظروا أحبتي في الله 19 حرف هجائي فيها لأنها آية تحدي، يعني بما أن الله يتحدى الإنس والجن بالقرآن الذي هو عدد سوره 114 من مضاعفات 19، فجعل عدد الحروف الهجائية هنا 19. طيب عدد الحروف كلها مع المكرر كم؟ يعني الحروف ما عدا المكرر 19، وهي كما يلي: ألف لام نون ياء إلى آخره 19. طيب الحروف مع المكرر كم؟ 76. أيضا 76 له علاقة بالعدد 19. 19 في 4، سبحان الله. طيب عدد كلمات الآية كم؟
19 أيضا. يعني عدد الكلمات 19، وعدد الحروف الهجائية المستخدمة في بناء هذه الآية 19 هنا، وعدد الكلمات 19 في 4. كم المجموع؟ دعوني أستخدم الآلة الحاسبة، هذه حقيقة لطيفة جدا. يعني قلنا عدد الكلمات 19 زائد عدد الحروف الهجائية 19 زائد عدد الحروف كاملة مع المكرر زائد 76، المجموع كم؟ 114. عدد سور القرآن. يعني في آية واحدة يعني رأيتم كم هؤلاء يعني فعلا مساكين. من يقول أنا جئت بسورة مثل القرآن، جئت بآية مثل القرآن، هو خارج يعني نطاق العلم والمنطق وخارج نطاق هذه الأرقام. آية واحدة أيها الأحبة، آية واحدة فقط، انظروا، يتحدى الله فيها الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تمام؟ القرآن 114 سورة، 19 في 6، ركبها من 19 حرف هجائي، يعني الحروف ما عدا المكرر 19، وجعل عدد كلماتها، طبعا هنا نستخدم دمج الواو، 19، وعدد حروفها 76، 19 في 4، المجموع 114، والآية تتحدث عن القرآن اللي هو 114. إذن ما هذا الإعجاز الذي نكتشفه اليوم أيها الأحبة؟ هذا إعجاز ينبغي أن نخاطب به هؤلاء الذين يستهزئون بالنبي، لا نشتم ولا نصفهم بصفات خبيثة وحقيرة ودنيئة وكذا، لا لا لا، هذا ليس أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. منهج النبي أن يقدم لك المعلومة، وكما قال تعالى ليس عليك هداهم. فإذا يجب أن نخاطب من يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، من يستهزئ بالقرآن، بهذه اللغة، لغة العلم، هذه اللغة التي تخرس أفواه المنتقدين للقرآن. لو تغير حرف واحد هنا أو فيما ذكرناه من قبل سيختفي هذا الإعجاز، لو تم إضافة حرف أو حذف حرف أو كلمة سيختفي هذا الإعجاز أيضا. لذلك أيها الأحبة، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العلم كل من يشاهدنا ويرانا، وإن شاء الله سنتابع سلسلة طويلة في هذا البحر العميق، بحر الأرقام في القرآن، وأسأل الله عز وجل أن يهدي بهذا العلم من يشاء من عباده الضالين. ولا تنسوا أن ترسلوا لنا أي فكرة أو أي معلومة أو أي تناسق عددي لكي ننشر هذا العلم بين الناس، وجزى الله الجميع خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.